عزيز معانا في بوابة أخبار اليوم. أهلا بيك. مبارك لك على فيلم جواز أميري وكلمنا عنه. الله يبارك فيك الأول. وجواز أميري فيلم لايت، فيه كذا حاجة، فيه أكشن، فيه رومانتك، فيه كوميدي، إن شاء الله يا رب يعجب الناس. يعني كلمنا عن كواليس العمل معاك حسن الرداد وياسمين عبد العزيز، وده كان أول تعاون يجمعكم. أنا سعيد جدا إن أنا اشتغلت مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وحسن الرداد. وبالنسبة للكواليس يعني تمام، كنا يعني كانت كواليس لطيفه جدا الحمد لله مع المخرج واستاذ وائل احسان طبعا. برضه كلمنا عن دورك كده. ما انا مش هعرف احرق حاجه بصراحه، بس يعني لا، هو انا وحسن رداد يعني زي اوتو فار كده مع الفنانه ياسمين عبد العزيز، بشويه مواقف كوميدي كده، يا رب تعجب الناس. يعني مبارك لك على دورك في مسلسل جبل الحلال، وكلمنا عن ردود الافعال اللي استقبلتها بعد عرض المسلسل. الله يبارك فيك. والله انا يعني انا مبسوط ان انا اشتغلت في المسلسل ده، شرف كبير ليا. وما اعرفش ردود الافعال، انا اتمنى انه يكون عجب الناس على قد ما انا كنت وانا بصور المسلسل حابب انه يوصل للناس ويعجبوا بيه. يعني قدام والدك شكله عامل ازاي؟ يعني بتتكسف مش بتتكسف؟ الحوار كان بيطلع ازاي؟ لا، هو يعني التمثيل ما فيهوش كسوف، انا ما مش هنعرف نمثل، بس هو شرف. هو يعني هو شرف كبير ليا ان انا اشتغل معاه، دي اكتر واقل حاجه ممكن اقولها. يعني انت بتحضر ايه الفتره الجايه؟ والله في يعني كلام ان شاء الله على فيلم، بس لسه ما استقرناش يعني على ايه الفيلم اللي هنعمله. عايزك بقى تبارك لاسره فيلم الحرب العالميه الثانيه. الف مبروك للحرب العالميه الثالثه، ويا رب ان شاء الله ينجح ويكسر الدنيا الثالثه.